طبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية. راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة، هذه هي المجلة الصحية اللي تنطلق معكم من 10 متاع الصباح على البوند فم 90.3 وما يوصلكم صوتنا، وإلا وما يوصلكم صوتنا بارتو على الحياة بوان فم. دونك هذه هي مع الطبيب النفسي، ننطلق معكم في صلب الموضوع متاعنا ديما الصحة النفسية. أكيد مهمة جدا بطبيعة الحال الصحة النفسية على الفرد وعلى المجتمع والتأثيرات متاعها. ديما نقولوا احنا على سبيل الدعابة في بعض الأوقات ينجم يتم إدراج الاضطرابات الشخصية في الحوارات بين الناس. ممكن بعض الناس ما تاخذش بعين الاعتبار الكلمة اللي تنجم تقولها، كيما واحد ينجم يغزر لك ويقول لك أنت عندك شخصية هستيرية على سبيل المثال، اللي هو باش يكون محور موضوعنا لليوم، شخصية الهستيرية بالنسبة للكبار وإلا صغار. تنحاول نحدوا المفاهيم سينو الأعراض متاعها والعلاج، هل أنها عندها تأثير كبير على الشخصية متاعكم وإلا لي، وهل أنه تسألتوا نوعا شنية هي الشخصية الهستيرية وشنية أسباب الحدوث متاحة ذيك علاش مش نحاول اليوم نحدد لكم المفاهيم هذا، ونحاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي كنتوا طرحتوها علينا وانتصلتوا بينا على 70-035-120 في موضوعنا لليوم. كما قلت لكم الشخصية الهستيرية، وأكيد ما ينجم يجاوبني على تساؤلتكم هذوما كان أهل الاختصاص كيف ما العادة. حاضر معايا دكتور وجدي سعادة، طبيب مختص في الصحة النفسية. صباح النور دكتور. مرحبا بك. دونك دكتور وجدي، موضوعنا لليوم كنا خيرنا نحكيو على الشخصية الهستيرية. ساعتو دابور ديما كأي مرض نفسي، وإلا ممكن تنجم تحدد انت زاد تحدد هولي اسكو هو مرض نفسي يعتبر وإلا لي، من خلال اعطاء التعريف للشخصية الهستيرية دكتور وجدي. الشخصية الهستيرية هي اضطراب من اضطرابات الشخصية، يعني النوعين انترناسيونال. هي شخصية تميل للتعبير المبالغ فيه على المشاعر نتاعها، هيبر اكسبريسيفيتي ايموشنال كورونا، يعني تعب كيما ترى الناس على المسرح. اللي كل شيء يكبروا في القسمات نتاع وجهه، في الحركات نتاعه. عندها زاد ميل اني تخلق دراما، معنى ان كل شيء تكبروا باش تجلب انتباه الناس. هذا الهدف اللي هو انسان تعود تربى في بيئه معينه، عودته على انه ما نجم من لازم ديما نجلب انتباه الناس باش نجم نحقق احتياجاتي. بخلاف هكا باش تلقاها شخصيه في حد ذاتها زاد عندها شيء من النرجسيه، بمعنى اني مركزه ياسر على احتياجاتها هي، وتحب روحها تكون مركز الاهتمام نتاع الناس. واضح. وكي تحكي معاهم ديجا في العاده تلاحظ كيما عنا، ونحن احنا كيما نقولوا نحن ثقافه اونتر بارونتيز هستيريه، يعني عندنا كل جانب طبعنا كل ميل للتعبير الزايد. عندنا زاد حتى نحن في بيئات اجتماعيه اللي فيها مش ياسر فرديه، يعني تميل لك اللي عندنا جانبك الاجتماعي الكوميونيتير، يعني الناس كي تتقلق باش مش تحكي مع جارتها، باش تقعد بحذا جيرانها، باش تكلم عائلتها، باش يبدا عنده مشكله باش يتلموا الناس. دونك هذا في جوانب ايجابيه طبعا الدعم النفسي للشخص، ولكن هذا طبعا يشجع الانسان على التعبير. هذا هو الشيء الجيد انه عبد يعبر. لكن فما ناس تولي عنده هو تعبيراته ما تكونش مناسبة للموقف اللي جرى، يعني تعبيراته تكون مبالغ فيها، ويرى انه احيانا يعني في اغلب الوقت بس انه يعقل الامور وكيفاش باش يحاول يلقى حلول، يعني انه يميل لانه للمبالغة لجلب الانتباه. حتى كي تبدا معاه تي سون باك اوثنتيك، يعني ما تحسش انه القلق نتاعو حقيقي، تحسك المعاناة الكبيرة. يعني مرات في كلامه يعني اسمنها اكثر جانب جلب الانتباه، يعني الحكايه كبرها وهو نوعا ما فما وقت يبدا حتى واعي بانه مبالغ شويه. فوالا يكون عن وعي كما قلت انت دكتور. دونك وعي لدرجه معينه، راه فما اوقات كلمه وعي نجموا حتى نسحبوها من الحكايه هذه، يعني فما اوقات اما فما في اغلب الوقت مش تعتبر ديزوتوماتيزم، يعني عبد نتيجه
التربية نتاعو تعود يعني هذيك ردات الفعل نتاعو يعني. فوالا ردات الفعل الطبيعية اللي عاش بها هو ديجا. دونك دكتور وجهي هنا معناها يا اما في حاله نجم تكون احنا قلنا تعبير على الموقف اللي عايشه، يا اما حاله فرح، يا اما حزن، يا اما بكاء. دونك هذوما معناها هما الحالات هذوما اللي باش يعبر فيهم باش يبين الشخصيه الهستيريه نتاعو. هو بصفه عامه يعني تميل حتى في قعدات الناس تلاحظ حتى في قعدات الصحاب ديجا كيما قلت لك حاجه راهي ياسر يعني في مجتمعاتنا نحن. يعني كل تحسك الصاحب اللي ولا صاحبك اللي يبدا قاعد في القهوه قاعد في الطاوله ولا قاعد في لازم هو يكون مركز الاهتمام. لازم هو يجلب الانتباه بالطرق الكل، انه يخلق دراما بانه باش يحكي على مشاكل ولا انه باش يجلب الانتباه بالزي نتاعها بروبتها بمشطتها. يعني هذا يوصلنا يعني كما قلت لك نحن الثقافه ولات هستيريه هكا تلاحظ لي انستغرام ولا لي بلوغوز والواحد يعني ولا ياسر الامور مبنيه على جلب الانتباه. جلب الانتباه دونك هذه حتى الاعلام للاسف يعني في نسبه كبيره يعني الاعلام نشوف حتى البرامج ما يطلبه الجمهور يعني هم ايش يحبوا نعطيهم ايش يحبوا يعني هذاك علاش حتى الشخصيه الهستيريه في حد ذاتها ما تلقاهاش بشخصية واضحة، يعني بعالم واضحة، يعني هيك باش تقعد مع نسام الدينات باش تبدا وين ريت كملت حفظت عملت الختمة نتاعي العاشرة وكملت كذا وكذا وربي واحد، كي باش تبدا في وضعية اجتماعية أخرى باش تسعى أن تجلب انتباه بطرق أخرى بروبة فيها شيء من الإثارة، يعني الهدف ديما كل جلب الانتباه. فوالا ديما جلب الانتباه. هنايا دكتور نلاحظوا برشا اللي فما تنجم تكون عندها معناها كيما قلت انت ديجا ذكرت الشخصيه النرجسيه، ينجم يقول لك هنايا انا كيفاش باش نفرق بين هذوما الزوز الشخصيه النرجسيه والشخصيه الهستيريه، كيفاش نجم نحدد المفاهيم هنايا، وهل انه فما معناها عوارض تنجم تظهر هي اللي تنجم تحدد لك تقول لك هذه شخصيه هستيريه والاخرى شخصيه نرجسيه، والا كيفاش تكون طريقه التفريق بينهم؟ نجم نلقاو التقاطع المعالم العامه نتاعهم. وما خاصه مثلا هنا شو يعني الهستيري مش باش تقول لك انا راني خير من الناس وانا شبيك ما قبلت قبل الاخرين ولا سي با دون سو سونس. فوالا هي بمعنى بالنسبه لها في التفكير في مخها كيفاش انا فلانه بنت فلان اللي 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 سي اون بيل فام سي كذا ما عطتنيش الاولويه كيفاش بيها انا سيرتو في تعاملهم وخاصة مع الجنس الآخر يعني كيفاش أنا فلانة الفلانية ما مش ما وصلش تقدم خطبني كيفاش أنا فهمتني ما واضح يعني وفي فما جانبك المونك دومباتيك التعاطف مع الناس يعني عبد ديما مركز على ذاته يعني كيما ترى كيما قلت لك حتى الإعلام الهستيري اللي هو عالمي توا مش حتى تونسي يعني معنى العبد ذاك الستار اللي ناس ستار نجم عبد الناس باش تخزر له مش هو باش يخزر للناس باش يشوف احتياجاتهم وكذا يعني حتى لو نظر لاحتياجات الناس بمعنى هنا عنده قدره فائقه يعني هذاك زاد راهو من الجوانب اللي تكون فيها فائده علاش ديما نعتبروا الامور فقط سلبيه انه قدره على يفيق الناس اللي قدامي ايش تحب شنو الحاجه اللي تنجم تجلب انتباه الناس اللي قدامي لو اي عبد فينا لازم عنده جانب جانب هستيري في الاتجاه هذا مهم انه الانسان في اوقات في 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 زاده في 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 تعاملاته العاطفيه مع الشريك الاخر انه جانبك الاثاره الاغراءك يعني هذاك الطبيعي في العلاقه ولكن مرات في العلاقات الهستيريه تحس ان هي مرات ما تعرفش حدودها يعني فهمتني يعني مرات تلقى اللي نعرفها مرات يفهمها بالغلط لان المجتمع يحط عليها اتيكيت مش باهيه ومن ديما نحب نوصف نحب ديما نذكر راهو الهدف نتاعها راهي مش هدف جنسي ولا هدف يعني عبد تعود كما نقولوا في تربيته من صورته انه لو ما يجلبش انتباه ما ينجمش يحقق احتياجاته فوالا يعني كانوا مش باش يمشي يبدا يشد في روب امه ويبدا يبكي ويتكربس في القاعه وكذا امه مش باش تعطي اهتمام لاحتياجاته مثلا فوالا دونك تولي تقعد في من هنا هنا دكتور نفهم اللي معناه تنجم الشخصيه الهستيريه والاسباب نتاعها تنجم تكون من نشاه الطفوله نتاعك دونك الطفوله اللي عشتها تولي تاثر تكون الشخصيه بهذا الشكل والا فما تنجم تكون فما اسباب اخرى للشخصيه الهستيريه هذه.
هو الدراسات تاعو في الاضطرابات الشخصيه راه ثم جانب بيولوجي فاهمين. واما الجانب الكبير لحد اليوم حد دراسات اليوم الجانب الكبير في التنشئه نتاع الشخص والحوادث اللي عاشها. فما فرق بين الصغير تعود من صغرته اللي هو كي باش يتقلق وباش يبكي شويه ولا باش يمشي لامه باش هكا يشدها من ساقه ولا حاجه باش تتلفت له باش تعطيه اهتمام ولا بوه باش يعطيه اهتمام باش يحاول يشوف شنو هو اللي مقلقه. دونك يخلق الامان النفسي عند الشخص. وبين شخص اخر اللي تعود هو كان ما يعملش شكل المسرحيه هذيك الكل وكذا ما ينجمش يحقق احتياجاته، مش باش يتلفت له حد ومش باش يعطيه الاهتمام حد. واضح. فوالا دونك هذه ترجع للعوامل الاجتماعيه خلينا نقولوا دكتور. واضح. وفما سيدة مستمعين اللي طرحوا سؤال قالك هل انه العامل الوراثي عنده دور في الشخصيه الهستيريه، ينجم ياثر، ينجم يكون مثلا البو الا لهم عندهم الشخصيه هذيك دونك اوتوماتيكمون صغير ينجم تتبني شخصيته بالطريقه هذيك والا لا على حسب الدراسات وعلى حسب معناها. الجين بيولوجي تو حتى لو موجود كما قلنا في الدراسات فهمتني، مازال لحد اليوم انه الجانب الاجتماعي هو الاهم هو المهم هو الاساسي. الى حد اليوم يعني ما فماش علاجات دوائيه لاضطرابات شخصيه. ابار فما اضطرابات معينه في الوقت توصل فيه في بيرسوناليتي بوردر لاين وفي اضطرابات شخصيه جراف وقتها يعني بليتو الاضطرابات السلوك نتاعهم. اما الباقي العلاج يعني الجانب النفسي يعني مثلا هنا سما فينومين قلناها في النظرية السلوكية المودلينج سوسيال، يعني الطفلة تعودت وهي صغيرة ترى أمها مثلا تتصرف بالطريقة هذه بيان سور باش يقلد، يعني فما جانب دو مودلينج سوسيال أنه تعود على مجتمع نتاعه أنه الناس تتصرف بالطريقة هذه. دونك فما جانبك القدوة. واضح. وكما قلنا راهو زاد البنية الاجتماعية، يعني مثلا أنا عندي ياسر أصحابي لبرا، واحد حتى بفرص في يعني في المؤتمرات الطبيه لبرا وكذا، ويعني حوارات يعني الشخصيه الهستيريه قليله ياسر لبرا. عكس نحن باش تلقاه في العيادات نسبه لا باس بها من المرضى عندهم على الاقل علامات هستيريه في شخصيتهم. يعني تصور انت عبد في السويد مثلا، ناس عايشه في توصل لشتاهم الا 30 درجه، بين الدار والدار ينجم يوصل كيلومتر واثنين. و في بيئه كي هكاك وبيئه اللي مثلا فيها الجانب العمل لك نستخدم الصباح لليل وجانبك الانفيدياليزم يعني الفردانيه كل حد على روحه. يعني هنا الشخصيه الهستيريه كيف باش نجم يعيش تولي ما عندوش ديجا حتى وين يمشي يبين الشخصيه هذيك يولي معناها. دونك بالعكس غادي تلقى اكثر شخصيات من انواع اخرى، الشخصيه الوسواسيه اللي بيرسوناليتي بوردر لاين. يعني هي طريقه التاقلم، هو هذيك اسلوب تاقلم تعود به في الصغرى فهمتني نتيجه ظروف معينه عاونوا في الفترات هذيك، ولكن في الكبر ولا ينادبتي ولا مرات في مواقف معينه تجرى المبالغه فهمتني. وما طبعا راه ناكد هنا راهي الحاجه اضطراب الشخصيه وقتاش يولي فيه مشكل، وقت اللي يولي ياثر على الفونكسيونمون تاع العبد على ادائه الاجتماعي والعملي وكذا. دونك اي عبد فينا راهو اغلبيه الناس يلون دي تري علامات اللي عنده العناد اللي عنده الغيره اللي عنده، يعني هذا ما يخلقش انه نقولوا اضطراب شخصيه راهو. مش نقولوا اضطراب شخصيه مثلا هستيري لازم يلم ياسر من العلامات عند اضطراب الشخصيه هذيك فهمتني. وفما جوانب راهي ايجابيه، هو الانسان العادي شنو هو راهو لافليكتيبيليتي يعني المرونه. الانسان في موقف عمل باش يكون جدي، باش ياخذ الامور بجديه، باش يحاول انه يقوم بالعمل نتاعو كما يلزم. بعد في مواقف باش يخرج باش يلقى روحه في مواقف مثلا في موقف نتاع خطر، في موقف ماشي في بلاصه باش يكون عنده شويه كلمه في نفسك الحذر نتاع البارانويا شويه. باش يحمي روحه مش عبد فهمتني. ومن بعد باش يلقى روحه قاعد في مع اصحاب ولا قاعد مع حد طرف الاخر يحبه ولا حاجه، لازم فما جانب هستيري يعني باش يجلب انتباهه باش تكون قاعده باهيه فهمتني. وحتى جانب هستيري راهو مثلا في امور ماركتينغ ولا كذا تنفع، يعني تصور انت مثلا وسيله اعلاميه ولا ريستورون ولا اي خدمات تقدم تقول لك لا انا باش نعمل اللي في مخي ما يهمنيش الناس اش تحب. فوالا يعني مراعاتنا للناس اش تحب
ونحاول نجلب انتباههم في الجانب هذاك راهو راهو حاجة باهية في جوانب لكن كي يولي يطغى على علاقاتنا الكل تولي هوني أغلبية علاقاتنا وفي أغلب المواقف يولي ما عادش فما مرونة يعني يولي يعمل ياسر مشاكل. فوالا اكيد احنا دكتور وجدي مازلنا مواصلين المشوار مع الساده مستمعين في حديثنا على الشخصيه الهستيريه دي كنت قلت ما فماش دواء اكيد احنا مواصلين باش نرجعوا نقولوا كيفاش تنجموا انتم كاطباء تشخصوا المرض هذايا وسورتو اسكو معناها يجيكم فما شكون يجيكم كاريمون ولا لا ذيك علاش نقول لكم خليكم برونشي على 90 3 مع الطبيب النفسي. مع الطبيب النفسي معالجه لمسائل الصحه النفسيه.